بشكر نادي زد طبعا ومجلس إدارة زد وكل القائمين على الدورة. صراحة ناس محترمين وقابلونا مقابلة محترمة، وانا بتحس ان انت في مكانك، الناس اتعاملت معانا بشكل محترم جدا. اشكرهم طبعا على الدورة، وفرق محترمة وفرق كويسة جدا، ودي بطولة ان شاء الله تبقى في بطولات في الفترة الجاية احسن، فبنشكرهم طبعا على البطولة. والحمد لله يعني قدرنا نكسب، المستويات طبعا كويسة جدا، مستويات مختلفة، كرة مختلفة، مدارس مختلفة، الحمد لله يعني. طبعا يعني انا مبسوط طبعا، البطولة متذاعة بشكل كويس والناس شافت الولاد، عندنا مجموعة لعيبة كويسين جدا. ان شاء الله يعني مطمن جمهور الاهلي في حاجات كتيرة قوي كويسة، وما تقلقوش، الدنيا امان يعني، وان شاء الله يبقى في حاجات الجمهور الاهلي كله يسعد بيها يعني.